كابتن شادي، بالمناسبه انت ذكرت مباراه الصفاقسي وانا فاكرها تفصيلا، يعني ذهابا ايابا في القاهره وفي رادس. يعني المباراه دي في رادس الاهلي في الدقائق الاولى كان عليه ضغط مش طبيعي من لعيبه الصفاقسي، ورغم كده الاهلي قدر يعني زي ما بيقولوا كده ايه يهدي اللعب، يقدر يقف على رجله، تخطى مرحله التوتر. المرحله دي من المتوقع انها تحصل في تحصل هناك كمان. تحصل ازاي كريم؟ عارف تحصل ازاي؟ اما لاعب اي نادي جماهير لازم سيناريو مباراه نهائيه ما بيني وما بين لعيبتي، الكلام في الكوره بيبقى بالقليل مش بالكبير. خلاص انت مرنت واتكلمت، خلق الدوافع، السيناريوهات، هنعمل كذا اول ربع ساعه، نص ساعه هنعمل كذا، في نهايه المباراه هعمل كذا. عايز تكسب الجماهير، جماهير المغرب عاشقه للكوره. تمام؟ اما اعمل تدوير استحواذ، تدوير ايجابي، تدوير ما فيهوش مخاطره، تدوير اللي انا امتص الجمهور وحماسه اللعيبه، احنا عملنا ده وكان في سيناريو مع المدير الفني وجمال سقفت لنا. صحيح. مرتين في اول ربع ساعه. صحيح. بعد الهجوم ده قفلنا مفاتيح اللعب والاهلي بيعرف يعمل ده خارج الارض. صحيح. صراحه. صحيح. فمطالب ان احنا ندرس كويس مفاتيح اللعب، نقفل مفاتيح اللعب وما يجيش فيه هدف. يعني صحيح. ليه واخدينها سهله للاهلي 1-0؟ طب ما هو الاهلي في الحاله الفنيه الكويسه جدا اللعب فيها خارج الارض المباراتين الاخيره ما جاش فيه اهداف. مظبوط. فانا ليه ما ليه مسلسلنا الاهلي فيه؟ ليه بنقال في البعض طلع على طول بعد خلاص وكده ليه 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 كل ده؟ لا الموضوع مش صح. ما تراهنش على خساره الاهلي. حلو. لان الاهلي قادر يعمل اي حاجه واي وقت. صحيح. ده رايي. صحيح، عندك حق 100%. واسالوا التاريخ، واسالوا التاريخ.